طيب انت ما وحشكش الجمهور؟ هو بيجي نادي مختار يا مختار؟ ما هذا الامر يعني لو الواحد عاشه وعاشه يعني، وانت يعني بصص لهم كده هتقول لهم ايه لجماهير النادي الاهلي وجماهير الكره بصفه عامه؟ والله اقول لهم، ما انا مش هقول انتوا وحشتوني، لان احنا فعلا احنا عايشين مع بعض. نعم. وعايشين يعني في هذا المناخ، لكن هي دي سنة الحياة، ان الواحد يعيش في هذا الامر ويحس بيه، وانه في 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 نفس الوقت لازم انه هو هيبعد عنه ان 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 قصر او طول العمر. ربنا يديك الصحة والعافية. هل في اقوال اخرى؟ انا عايز اروح بقى. عاوز تروح؟ انا كده لسه كان في عندنا حاجات كتير. لا كده حلو قوي، انت مستعجل وانا ساكت.